بعد صورة يا بني آدم. مسلحون يغتالون قائد عمليات اللواء 21 ميكا بشبوة. البدء بتوزيع منحة سعودية ب54 مليون دولار للأسر الفقيرة في اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة سهيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. قتل صباح اليوم العقيد حمود الذرحاني اليافعي قائد عمليات لواء 21 ميكا على يد مسلحين مجهولين في مدينة عتق بمحافظة شبوة. وقال شهود عيان إن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا وابلا من الرصاص الحي على العقيد الذرحاني أثناء خروجه من منزله في حي النصب وأردوه قتيلا، ومن ثم قاموا بنهب سيارته وهربوا بها إلى جهة مجهولة. وتأتي حادثة اغتيال الذرحاني بعد أقل من أسبوع من اغتيال الضابط النسي وسط مدينة عتق بمحافظة شبوة. على طول ما كان معي خرجت سيارة مثل فيلم هندي، الرجال يغلق البيت ما خرج السيارة من الحوش ورجع بنتك في السيارة ويغلق الباب بعد ما خرج السيارة. وليه الرجال طايح على السيارة؟ خلينا ماشي خرج السيارة يا أخي، جراين مناجع منهم من اللي لقيناه اثنين ما أدري والله، أنا ما شفت الرجال لقيته طايح ولا السيارة شتين معي مخرج من عجل من سيارة ماشي معهم سيارة. تخلي يعني الشارع هنا رجع على الخط ولا كذا؟ على المدرسة. المدرسة لا راح. أعلن زعيم جماعة الحوثي رفضه لمشروع الأقاليم الستة المقر بمؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيه الجماعة. وقال الحوثي في خطاب متلفز بثته فضائية المسيرة التابعة للجماعة، قال إن مشروع الأقاليم الستة محاولة لتفتيت البلد. ورأى مراقبون في خطاب الحوثي الأخير مناقضة لخطاباته قبل إسقاط العاصمة حين وضع شروطا ثلاثة لتحركاته الشعبية المسلحة من ضمنها تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مضيفين أن خطاب الحوثي يمثل انقلابا صريحا وواضحا على مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. هذا ولقيت حادثة قطع الطرقات في العاصمة صنعاء من قبل مسلحي الحوثي أمس لاقت استياء واسعا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع. الإعلامية آسيا ثابت قالت على صفحتها بالفيسبوك إن احتكار محبة النبي وانتشار الطلاء الأخضر يعد استفزازا، لكن الأشد من ذلك هو قطع وتعطيل مصالح الناس وهي أعمال بعيدة عن أخلاق الرسول حد وصفها. أما الصحفي نبيل الصوفي وتعليقا على قطع أغلب شوارع العاصمة اليوم وصف على صفحته بالفيسبوك الحوثيين والقاعدة بأنهما سجن وقبر. فالقاعدة حد قوله تقتل أبرياء لا تعرف من هم، بينما الحوثيون يمنعون الناس من الخروج للشوارع، ففي الحالة الأولى قبر وفي الأخيرة سجن. المولد النبوي الذي يعيق حركة السير ويغلق الشوارع لا يدل الناس المساكين على رسول الله، بل يدل على همجية واستغلال الدين والمولد لأجل النفوذ. هكذا علق الصحفي فيصل علي على قطع أغلب شوارع العاصمة اليوم. بينما قال الصحفي عبد الكريم الخياطي إن أسرا وأطفالا في حي مذبح منعوا من دخول العاصمة وظلوا بدون طعام نظرا لوجود الأثاث معهم حيث لم يستطيعوا تركه في الشارع. فيما علق الناشط هيثم الجرادي ساخرا: سألت إحدى المجموعات في نقطة تفتيش ليش الشوارع اليوم مغلقة؟ قالوا مولد النبي. سألتهم طيب ومتى ولد بالضبط؟ جميعهم صمتوا إلا واحد يريد أن يثبت أنهم فاهمين صح، قال ولد اليوم. أكد عبد الله بن هذال عضو مؤتمر الحوار الوطني أن قبائل مأرب ستسلم السلاح للدولة وليس للحوثي، وستدافع مع قبائل البيضاء والجوف عن إقليم سبأ ولن يدخله أحد بالقوة. وقال بن هذال في تصريح صحفي ردا على خطاب عبد الملك الحوثي إن المجرم هو من يقتحم معسكرات الدولة ويقتل قادتها وجنودها وينهب أسلحتها، وليس من يحمي مصالح البلد من نفط وغاز وكهرباء.
وأوضح أنه لا حل لليمن سوى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي يسعى الحوثي اليوم لنسفها والتنصل عن كل ما توافق وأجمع عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني. منذ أن دخلت الجماعات المسلحة إلى العاصمة السياحية إب حولتها من مدينة جمال إلى مدينة دمار وسط دعوات لإخراج الميليشيات من المحافظة لإسعافها من العنف والخراب. هكذا يبدو المشهد في محافظة اللواء الأخضر إب وقد أثخنتها جماعات الموت قتلا، فبعد أن كانت المحافظة قبلة السواح تحولت إلى مسرح الإزهاق الأرواح والدمار. عشرات الضحايا سقطوا في حادث إجرامي يعد الأول من نوعه، فيما لا تزال المخاوف واردة في ظل بقاء الجماعات المسلحة ممسكة بصاعق الموت وفي ظل غياب الأجهزة الأمنية. إلى متى سنظل في هذا المواقف؟ إلى متى ستظل قلوبنا موجوعة؟ إلى متى كل يوم سنزف شهيد من منزلنا، شهيد للوطن؟ ونقول لكل من يحمل سلاح ضع سلاحك، نحن ننشد المحبة، ننشد السلام، هذه محافظة السلام، محافظة السياحة، محافظة الإخاء، اتركونا وارحلوا بعيدا. وفيما تتوالى دعوات المواطنين لجماعات العنف المسلحة برفع يدها عن المحافظة تنشط أيضا حركات شبابية رافضة للتواجد المسلح باعتبار التواجد المسلح خطرا يهدد أمن واستقرار المحافظة. تدعو الحركة السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها الكامل في إدارة المحافظة سياسيا وأمنيا، وفق التدهور الأمني القائم وإعادة السكينة العامة إلى المحافظة المختطفة واتخاذ موقف حازم أمام هذه الحالة. ووسط هذه الدعوات والواقع المر لمحافظة إب كغيرها من المحافظات التي تخضع لحكم الجماعات المسلحة، تبقى أجهزة الدولة أمام تحدي تاريخي في استعادة الأمن وإعادة الاعتبار للدولة ومؤسسات الجيش والأمن. أفرجت وساطة قبلية بمحافظة شبوع على الطفل الحضرمي سالم البطاطي الذي اختطفته مجاميع قبلية بمحافظة شبوة منذ 10 أشهر. نتابع المزيد. بعد مرور 10 أشهر منذ أن تم اختطاف الطفل الحضرمي سالم البطاطي التي اختطفته عناصر قبلية من محافظة شبوة على إثر خلافات لا ناقة له فيها ولا جمل، وبعد فشل العديد من الوساطات القبلية نجحت مساء أمس لجنة الوساطة التي يترأسها الشيخ علي سليماني رئيس الهيئة الشرعية للإفتاء والإرشاد للحراك الجنوبي بشبوة في الإفراج عن الطفل المختطف. تم إنهاء قضية الطفل المختطف سالم صالح البطاطي بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود بذلة من قبل الأخ المحافظ محافظة شبوة، كان له الدور والباع الطويل في هذه القضية، فكنا نتشاور معه من بداية القضية لأن الجانب جانب إنساني للطفل المختطف هذا. محافظ شبوة بدوره استقبل صباح اليوم لجنة الوساطة التي جاءت برفقة الطفل البطاطي إلى منزله الكائن بمدينة عتاقة، وتقدم بجزيل الشكر لجميع أفراد لجنة الوساطة التي بذلت جهودا جبارة منذ تشكيلها في سبيل إطلاق سراح الطفل، مشيدا بمساعيهم التي تكللت بالنجاح. الذي حقيقة الأخ الشيخ علي محسن السليماني كان له الدور الكبير في هذه الجهود، وكان يمكن على أكثر من شهر وهو متحرك بين حضرموت وبيحان ويمر عليه في كل رحلة، ونتشاور نحن وهو حتى وصلنا الحمد لله إلى إطلاق يعني الأخ سالم صالح البطاطي، والذي حقيقة نحن نأسف أن تحصل هذه القضايا، ولكن هذه حقيقة هي تحصل، يعني ليست يعني هي يعني سلوك أبناء محافظة شبوة، ولكن هي بعض الأخطاء التي تحصل من بعض أبناء المحافظة، ولكن الحمد لله هذه الجهود تكللت بالنجاح، وكان يعني الأخ أشركنا للأمانة الأخ خالد الديني كنا على تواصل به حينما كان محافظ حضرموت، وبعد أن تولى المحافظة الدكتور عادل باحميد كان له أيضا الدور يعني الكبير في 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 الجهود الذي بذلت، والحمد لله تم إطلاق السراح الأخ سالم، ونحن نعتبره من أبناء محافظة شبوة يعني، ونحن وإياهم في إقليم واحد، وإن شاء الله أن هذا العمل هو يعني سيعمل على تكاتف أبناء الإقليم. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
بالحقيقة المصعبين اختطفونا واكرمونا وضيفونا، مش كسروا معي في اي حاجة. ايش كلمتك للجنة الوساطة اللي قامت بهذا المعرض؟ والله بيض الله وجيهم السليماني والعوالق عامة والمحافظ محافظ شبوة. وبعد أن التقت لجنة الوساطة بمحافظ محافظة شبوة، غادرت اللجنة من محافظة شبوة مباشرة إلى مسقط رأس الطفل بمديرية دوعا بحضرموت لتسليم الطفل إلى أسرته. عدي عبد الحكيم، محافظة شبوة، لقناة سهيل. دشنت اليوم بالعاصمة صنعاء عملية توزيع الإغاثة السعودية العاجلة البالغ قيمتها 54 مليون دولار، والمقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود كهدية لأبناء الشعب اليمني. ومن المقرر أن توزع المنحة الغذائية السعودية عبر ثلاث منظمات إغاثة عالمية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات اليمنية. أول أحمد الله عز وجل سبحانه وتعالى أن وفق وسخر خادم الحرمين الشريفين لهذا التوجيه المبارك الكريم من لدني حينما وجه الهيئات الثلاث وسفارة المملكة العربية السعودية بإقامة يعني حملة إغاثية كبيرة تتضمن وتستهدف الإخوان المحتاجين في اليمن نتيجة الظروف التي يعيشونها، وتشمل هذه الحملة جميع مناطق المملكة، جميع مناطق الجمهورية اليمنية، وفي نفس الوقت عهد إلى الثلاث منظمات للقيام بهذا العمل: هيئة الإغاثة الإسلامية وهيئة الإغاثة عبر العالم وأيضا الندوة العالمية للشباب الإسلامي. وتم التخطيط لهذه الحملة في وقت مبكر وبالتنسيق مع رئيس مع وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولي أيضا، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء معالي رئيس مجلس الوزراء الذي سيشهد اليوم حفل الافتتاح بالنسبة لتدشين هذه الحملة. تفقد وزير النفط والمعادن المهندس محمد عبد الله نبهان اليوم إدارة منشآت النفط بمديرية البريقة في محافظة عدن، وطلع على سير العمل فيها، وأكد على أهمية هذه المنشآت ودورها في تخزين البترول والديزل وتمويل المحافظات بالمشتقات النفطية، بالإضافة إلى قسم الشحن والتفريغ الذي يعمل على تعبئة 10,000 صوانة غاز يوميا. وحث الوزير كافة العاملين في إدارة المنشآت على مضاعفة الجهود للنهوض بالعمل بشكل أفضل وبما يمكن من توفير احتياجات المواطنين والمحافظات من المشتقات النفطية المختلفة. بزيارة المنشآت الشركة أيضا في ميناء الزيت في البريقة. طبعا المنشأة بحاجة إلى الكثير من الأعمال لرفع الجاهزية، سواء كان ما يختص بالأمن والسلامة سواء كان ما يختص بالسعة التخزينية. طبعا ما في أدنى شك محافظة عدن هي العاصمة الاقتصادية بكل شفافية بكل وضوح. نعم كان في إهمال في بعض المجالات، نحن هنا كحكومة أعتقد الرسالة وصلت من دولة الرئيس. دشن وزير الأشغال العامة والطرق المهندس وحي طه أمان ومعه وكيل محافظة عدن أحمد سالم ربيع علي اليوم دشنا بمديرية المعلى بدء العمل في مشروع رصف وسفلتة عدد من الشوارع في المديرية بتكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون ريال بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور. وأثناء عملية التدشين أكد وزير الأشغال العامة والطرق أن مشروع رصف تقاطعات وشوارع محافظة عدن تعتبر من المشاريع المهمة التي ستركز عليها الوزارة كونها تلامس حياة المواطنين. قام وزير الشباب والرياضة رأفت الأكحلي ووكيل محافظة عدن نايف البكري بزيارة تفقدية لملعب الشهيد الحبيشي وملعب الهوكي بكريتر، حيث قدم الدكتور عزام خليفة مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن شرحا تفصيليا حول أوضاع الملعب والترميمات التي جرت عليه في الفترة الماضية من قبل منظمة يمن عطاء، وكذا المتابعات الدائرة حول إعادة تعشيب أرضية ملعب الشهيد الحبيشي ضمن مشروع جول بعد
موافقة الاتحاد اليمني لكرة القدم، كما قام الأخ الوزير ومرافقه بزيارة تفقدية لملعب الهوكي بالخليج الأمامي واطلع على أوضاعه عن كثب. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مسلحون يغتالون قائد عمليات اللواء 21 ميكا بشبوة. البدء بتوزيع منحة سعودية ب54 مليون دولار للأسر الفقيرة في اليمن. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.